السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. قبل ما نبداو نصليو على نبينا كالعاده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. كيف ما كتعرفوا احمد شارك في البطوله ديال العاب القوى وخد جوج ديال الميداليات الذهبيه. هذه المناسبه هذه بغيت نشكركم كاملين على المباركه، شكرا بزاف ولله يخطيكم. المهم احمد قبل البطوله ما كانش كياكل مزيان، ما كانش عنده شهيه، قلت دابا غادي نتهلا فيه. هو في الاصل كنت باغا ندير ليه شي حفله بهذه المناسبه هذه، ولكن الوقت مضيق عندي وعندي شله شغالات، فقلت اجي نتهلا بعدا فيه ندير ليه شي حاجه اللي كتعجبو واللي تفتح ليه الشهيه. ولكن قلت علاش لا ما نخليش هو اللي يختار الشهيوه اللي غادي تعجبو واللي غادي تفرحو واللي هو كيفكر فيها او باغيني نديرها ليه. كنظن هذا الحل هذا احسن من كل شيء. المهم غادي نمشي باش نسولو احمد ولا نعيط ليه، هو كاين قدامي فرحان وانا كنقول لكم. المهم غادي نعيط ليه باش يجي يقول لنا شنو الشهيوه اللي باغي نديرها ليه، ولكن بشرط خصها تكون شهيوه مغربيه باش نبدع فيها اكثر. شنو باغي؟ مجوعاني بالزربه راني ما جالساش، مجوعاني بقالها سمانه. يا ويلي الكرش ديالي نقص، عندك هو اللي كنغاب. بغيت ناكل بغيت ناكل. ها اسمحوا لي. السلام عليكم الاول ومساء الخير عليكم، زي ما يا رب تكونوا بخير وبسلام، وبشكرك على التهاني وعلى كلماتكم وعلى دعواتكم من خلال بسبب دعواتكم وبسبب العزيمه والاراده ديالي الحمد لله قدرت احقق في بطوله كاس مصر. وانا ما عنديش حتى شي دور بلاتي. قدرت احقق 2 ميداليتين ذهب، بطوله الدوري اللي فاتت حققت 2 فضه، غيرت الايفنت بتاع المره دي، لعبت المسافات القصيره، الحمد لله يعني قدرت احقق 2 ميداليتين ذهب واختم الموسم باحلى ختام عقبال الباسكت. تاني حاجه طبيعي انا النهارده هطلب وليمه كبيره جدا، بحيث انا بقالي اسبوع مجوعها، لان هي كل ما تيجي تقول لي اعمل لك اكله وبتاع والكلام ده انا بقول لها ما عنديش الشهيه، وانا اصلا في الاساس كنت بعمل الدايت بحيث لما اجي العب البطوله اكون خفيف كده ورشيق. فاليوم بغيت نطلب اكله زوينه، لو انا دلوقتي كنت بقدر معاكم لايف كنا هنشارككم وتقولوا نعمل ايه. ولكن اول حاجه بغيت نطلبها وما فيهاش نقاش هي الشلاطه. شنو هي الشلاطه؟ مش الشلاطه اللي هو الخيار والطماطم والفلفل وصافي، لا لا، ديال الرز. الشلاطه ديال الرز والطوم؟ هذه اهم حاجه. الحمد لله اللي ما قاليش الشلاطه ديال الجرده. كون غادي نوقف العشيه كلها في الكوزينه، حيت انا الصراحه بطيئه فيها وكتاخذ الوقت، واكيد راكم عارفين انها كتاخذ الوقت وكدير الماء يعني. الحاجه الثانيه مش مشكل، ممكن نتفاهم معاها بحيث ما نعيهاش برضه، ولكن اي اكله فيها اللحمه يلا. شنو بغيتي؟ اللحم باش يعني لو ممكن لحمه بالبرقوق. وعلاش زعما اللحم بالبرقوق؟ ما اعرفش، كنت بتفرج على اليوتيوب واشتهيتها وجات في بالي، والبرقوق يا سلام يا سلام. وفعلا هذه مناسبه اننا نديروا اللحم بالبرقوق، كما كنعرفوا انه احنا في المغرب اللي كيكون عندنا شي مناسبه كنديروا اللحم بالبرقوق. المهم كاين المكونات ولا تخليني نخرج؟ كاين 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 الحمد لله. عليك غير تامر وانا ندير اللي بغيتي. يلا قومي قومي ديري لي ناكل اكله زوينه. كنت شرط عليا زعما حيت جبتي لي الذهب. نرد لك انا جبت لك الذهب وعلقته في رقبتك. وريته لهم الميداليتين؟ لا ما وريتهمش، دابا نوريهم لكم. اوكي. المهم دابا انا غادي نهبط للكوزينه وما عرفتش واش نشارك معاكم التحضيرات ولا لا، المهم خليكم معايا ما تمشيو فيه. المهم انا رجعت لكم، نزلت من السطح وخليت احمد كيتبرد، صراحه الجو في السطح زوين مبرد على الدار. المهم نزلت وخرجت اللحم من الفريغو حتى الديكونجلا، صراحه ما خداش بزاف ديال الوقت حيت كيف ما قلت لكم الجو سخون فدغيا الديكونجلا. وجدت المكونات اللي غادي نحتاج في الوصفه ديالي، اللحم بالبرقوق. ما عرفت كنت في الاول ما غاديش نشارك معكم الطريقه ديالي، ومن بعد فكرت وقلت علاش لا نشاركها معكم. المهم يلا ندوزو للتحضير ديال اللحم بالبرقوق. المهم هنايا راني وجهت الكاميرا لداكشي اللي غادي نديرو، الصراحه ما قداش على الصدفه حيدت الفولار ديالي، الجو لا يطاق، الله يلطف بينا والحمد لله على كل حال. التتبيله ديال اللحم غادي نحتاجو شويه ديال الماء،
انا كيف ما كتشوفوا غادي نتبلو في الطبسيل ديال الطاووس باش يكون داكشي تقليدي. غادي نديروا شويه ديال الخرقوم، شويه ديال القزبر ناشف، شويه ديال البزار، سكينجبير، شويه ديال القرفه. كاين اللي كيدير القرفه عواد، انا درت القرفه بودرة، وجوج حبات صغار ديال الهيل. الا عندكم مطحونين فهو افضل، غير شويه ما تكثروش، انا عندي هكا. وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الزعفران شعره، الا ما كانش متوفر ديروا الضامه ديال الزعفران. ها نتوما كيف ما كتشوفوا ما غاديش نكثر الزعفران، الا كثرنا منه كيعطي واحد الطعم كيكون مجهد بزاف. غادي نديروا غير شويه، وجوج حبيبات صغار ديال المسكه الحره. كلشي هادشي كيعطي الطعم زوين، ولكن ما خصناش نكثروا منه. وغادي نزيدو قزبر والمعدنوس الا كان مربط فهو افضل. وصافي هادو هما التوابل اللي غادي نشرمل بهم اللحم. كاين اللي كيدير الثومه، انا ما كنديرهاش هنا، خصني السمن بصراحه ما متوفرش عندي. المهم دابا غادي نخلط هاد التوابل هادو باش نشرمل اللحم. بصراحه ربيع الا كان مربط فهو افضل، من الاحسن ديروا ربيع مربط باش ما كيجيش الشرموله هكا خضره، وما كيجيش داك الربيع باين، دوك الشعيرات باينين فاش كنسيرفيو اللحم. وصافي دابا غادي نزيد اللحم. انا هنايا دايره اللحم ديال الماعز، والكميه راه كتبقى على حسب الافراد. صافي اللحم ديالنا ها هو شرملنا، غادي نعطيوه الوقت الكافي يشرب ديك الشرموله. المهم اللحم راني خليته وشرب الشرموله ديالو، مشيت قضيت شي اغراض. من بعد وجدت المكونات ديال الشلاضه، قطعت الخضره وحطيتها تسلق. دابا غادي ندوزو باش نكملو البريباراسيون ديالنا. هنا غادي ندير البصله الكوكوت، وغادي نزيد اللحم. ريحه التتبيله عاطيه فيه. وغادي نزيد هاد العطريه هذه اللي بقات، وغادي نزيدو الزيت اللي كنطيبو بها. الا كان اللحم فيه الشحمه مثلا دايرين الغنمي، ما غاديش نكثروا الزيت، غادي نديرو غير شويه، وبعد مرات كنستغناو عليها. المهم انا غادي نزيد غير شويه ديال الزيت، ما غاديش نكثر. دابا غادي نحطو فوق البوطه يتشحر ونكمل. اللحم ها هو كيف ما كتشوفوا تشحر، غادي نزيد عليه الماء، ما غاديش نكثر، غادي ندير ليه غير القياس فاش غادي يطيب. لان السر في البنه ديال هذا اللحم هذا هو انه ما يطيبش في بزاف ديال الماء، وفي نفس الوقت يطيب على نار مهيله. المهم دابا غادي نسد عليه ونخليه يطيب على راحته، ما غاديش نجهد ليه العافيه كيف ما قلت لكم، غنخليه يطيب على نار مهيله. المهم خليكم معايا ما تمشيو فيه. ها نتوما كنت غادي نعجن وهو يجيني الخبز من عند الله. غادي نوريكم واحد البركه ديال الخبز نيت. ها نتوما العيش، هذا العيش ديال المصريين، واحد النوع من انواع ديال العيش، لحقاش العيش فيه انواع. المهم حماتي الله يخليها ليا ويخلي ليها صحيحتها، كنت جالسه حتى كيدق عليا الباب صيفطات ليا العيش، هي ما كايناش ولكن دايراني في بالها وصات على العيش وجابوه ليا. مع كتعرف ان هذا العيش هذا بالضبط اللي كيديروه في الدار كيعجبني وعزيز عليا، داكشي علاش ديما مفكراني به. الله يبارك ليها في عمرها ويخليها لينا ويحفظها. هاد العيش هذا ملي كيطيبوه غالبا كيشدوه وكيفرقوه في شي بلاصه في شي بيت ولا شي حاجه، كيفرقوه حتى كينشف وكياكلوه ناشف، كيعجبهم ناشف. بحال مثلا احمد عزيز عليه يكون ناشف، انا كنحتفظ به بحال هكا في الكونجيلاتور كيعجبني طري. من اللي طلبوا مني انني نقول حماتي توريكم كيفاش كدير ليه، هو بصراحه ماشي حماتي اللي كديرو، كتوصي واحد السيده كديرو في الدار. الا قدرت في يوم من الايام انني نمشي ونصور لكم كيفاش كيديروه، ما غاديش نتردد ولا لحظه انني نشارك معكم الطريقه ديالو. وانا متاكده انني الا شفت الطريقه ديالو او قلبت عليها في اليوتيوب غادي نعرف نديرو، خاصه انه عندنا لتحت داك الفران الكبير اللي كيديروه فيه. المهم دابا ما غاديش نعجن واخا الاكله مغربيه، المهم هادشي اللي بغيت نشارك معاكم.
غادي نزيد مازال نقطعو ونديرو في البلاستيكات ونحتفظ به في المجمد. غادي ندوز باش نعسل البرقوق. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي البرقوق ولكن ما درتش كميه كثيره. علاش؟ غادي نقول لكم واحد السر. اختكم ما كيعجبهاش البرقوق، ما عرفش علاش اللي كنقولها ليه كيستغرب. المهم انا ما كيعجبنيش البرقوق وحتى المشمش. المهم دوك الفواكه اللي كناكلوهم طريين ما كيعجبونيش جافين، ما عرفتش علاش. ما عادش الشريحه اللي هي في الاصل الكرموس. المهم ما علينا، هنايا عندي البرقوق. غادي نزيد طريطقه ديال الملحه، هاد الملحه هادي كتعطي البرقوق البنه. غادي نزيد السكر سنيده وغادي نزيد شويه ديال القرفه، غادي نزيد شويه ديال الماء ماشي بزاف لحقاش مازال غادي نزيد ديك المرقه ديال اللحم، وغادي نزيدو المرقه اللي ديال اللحم. هنا راه مازال ما اختلات المرقه وتعلكات وصافي. غادي نحط البرقوق ديالي على النار حتى يتعسل. البرقوق كيف ما كتشوفوا هو بدا كيتعسل، غادي نزيد مازال نخليه يختر واحد شويه ونطفي عليه. المهم كيف ما كتشوفوا درت الاحماد الغديوة اللي طلبها مني، كنت هلا فيه. لا تقولوا ما كنت هلا شوي تهليت فيك ولا لا، ياك هادشي اللي طلبتي؟ هذا هو اللي انا طلبته والله. واو. المهم حتى تذوق وقول لنا الراي ديالك. لا من غير ما ندوق. المهم كي جاك الشكل بعدا بين الجوده والقيمه وفكرتيني بالمغرب، البيض مع اللحم مع الأراسيا. انتم بالنسبة لكم غريب البيض في غريب الحلقة. البيض بالضبط. ولكن صافي أنا ولفت يعني. المهم هضر لينا على هاد الأكلة هادي بالنسبة للمغاربة، شنو كتعرف عليها؟ يعني نقول المصريين شنو بالنسبة للمغاربة هاد الأكلة؟ بالنسبة للطاجين اللحم بالبرقوق والبيض، هذا التبصيل أو هذا الطبق أو هذا الطاجين بيكون طبق رئيسي في الحفلات والمناسبات والافراح. ضروري. ربنا يخلي كل الايام افراح. بيكون كبير طبعا، اكبر. بيكون كميه على وهو غني 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 ب ب ب
بالفايدة الغذائية والقيمة والجودة، و المصريين هيشوفوا الطاجين دوت يا رب السلامة ما يكفي واحد، ولكن لو يشوفوا المرأة المغربية وهي بتديره هيتعجبوا، وفي نفس الوقت هيقولوا مركزة في كل شيء. وش الصوص انتم بالنسبة لكم هذا قليل؟ غريب مش قليل، ولكن زي ما انا قلت لك، وعلشان برضو اهلنا في المغرب يعرفوا ان احنا بالنسبة لنا ما بنغمس اللحم كده، لا كل واحد بياخد الحتة حقه. حقه ايوه، راه هنا كل واحد عنده حقه. تاني درت حتت، ولكن دوت هيشبههم يقولوا تولي ولا كباب حلة، هو شوية قريب للكباب حلة. ولكن لا مع الاختلاف. أنا بغيت ناكل. وطبعا ال اسمه ايه اللوز، اللوز بنسى اسمه طبعا، برضو احنا ممكن نستغرب ان اللوز موجود. طبق عندي ميت سالك كما تقولوا المغاربة، وكمان ضروري تكونوا مشتركين معايا في الميداليات اللي انا اتكرمت بيها دي، بقى كان خبيها الميدالية، زوج ميداليات ذهبيات بحال قلب إلهام، الذهب للذهب. هذه المرة جاب جوج، المرة اللي فاتت حجبتي اتنين فضة برضه، هما فضة ما كانوش ذهب. هذه المرة تفوق أكتر، دابا وحدة ليا ولا بجوج ليا؟ الزوج بجوج ليا. صافي أنا ناخد وحدة ونعطي المتتبعين وحدة. واخا على المتتبعين. يلا شدوا شدوا يلا. المهم انا بصراحه ما قادراش نصبر، غادي ناكلو، ما عرفتش ناكل ونختم الفيديو ولا صافي نختم الفيديو هنايا. خليهم معنا. نجيبك تفصيل تحط فيه. لا لا لا، كنحب ناكل منه. انا واحمد كناكلو بطريقه مغربيه 100%، واخا كاينين مغاربه ولاو كيديروا كيحطوا الطبسيل قدامهم وياخذوا من الطاجين ولا من الطبق الرئيسي ويحطوا في الطبسيل وياكلوا. انا واحمد خاصه احمد اللي مولف كياكل في طبق بوحده، ولفنا انا هو كناكلو بطريقه مغربيه 100% من نفس الطبسيل ومن نفس الطاجين. كلوا ضوء ورد عليا الخبار. بقول لك واو، اكثر حاجه طعم دمج زوين بحال داكشي ديال العراسات، انا ما درتلوش التياب العادي. اكله صحيه 100%. طبعا انا في البدايه كنت مستغرب حاجه حلوه مع حاجه حادقه. يا لطيف يا لطيف. المصريين تقريبا كاملين كتجيهم غريبه يديروا الحلو مع الملح، فكنت بقول الحلو بيسد النفس، اتفاجئت ان هو طعم جديد حاجه مختلفه. الطبق المغربي دايما بيثير العجب وبيشد الانتباه. الأحلى والأجمل إن هما إلى حد ما كتير ما بيتخنوش مع إنهم بياكلوا مزيان. يعني نادرا لما بلاقي حد بكرش عندهم، مع إنهم بياكلوا العيش. إيه إحنا الخبز هو اللي عندنا فيه غلط، لكن النظام الغذائي والأكلات ديالنا ما كيكونوش فيه غلط. المهم هاني تهليت فيها، تقولوا ما كنتهلاش فيها هاد المره، هو اللي خصو يتهلا فيا بصراحه، راه هو اللي خصو يدير لينا الزرده. جبت لها ميداليتين دعم، شنو باغي؟ وهذوك الميداليت غنبيعهم. والناس ممكن تقول هيسالوني سؤال، انا هريحكم من كل الاسئله اللي بتدور في راسكم، ليه بيديروا اللحم بالعظم؟ ها، لان العظام في واحد ماده كيعطيك نكهه زوينه البنة في العظم. وبجانب لما اللحم يستوي بالعظم بتلاقي نفسك انت اصلا بتاخد اللحمة بتنزل معاك كده سكينة في الحلاوة زي ما بيقولوا، حد الموزة تعرف تكون على العظم. فبصراحة بحال هادي مثلا كل اللحم اللي كيكون قريب من العظم كيكون بنين. انا بصراحة اسمحوا لي يعني كنشوف الماكلة كلتوها وبصراحة مسكت نفسي،
ممكن نخش تحت التفصيل ده؟ هتقولوا شنو هذا الراجل؟ عرفتي شنو؟ احنا راه كنهضروا ولكن راه ما مستمتعينش بالطبق، يعني خصنا ضروري نسدو باش نستمتعوا ونحسوا بالاكل اكثر. المهم ده الهدايا اللي انا طلبتها من الهام انها تهديني بيها، كتر خيرها تسلم ايديها بالهنا والشفاء وتستاهل، تستاهل اكثر. انت اصلا وعدتيني انك غادي تجيب الميداليات الذهب وجبتيهم، صافي تجيب ميداليه الذهب انا ندير لك اللي بغيتي ان شاء الله ضروري. اسمحوا لنا كناكل امامكم، الواحد برضو الادب مطلوب. مهم هنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا، ما تنساوش تخليو لينا لي جيم ولي كومونتير، واللي باقي ما اشتركوش في القناه يشتركوا ويفعلوا الجرس، وما تنساوش انكم عزاز علينا بزاف وما كرهناش نتجمعوا على شي شهيوه مغربيه كيف ما بغات تكون. المهم تهلاو وبسلامه عليكم. سلامه.